سريعا هنروح لدينا مره تانية عشان تطمننا على حاله الطقس بالتفصيل. فعلا يا محمد، دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحراره، رطب على القاهره، وكمان النهارده هيكون في نشاط رياح احيانا على بعض المناطق. عايزين تفاصيل اكتر عن حاله الطقس، معانا على تليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. احنا الحمد لله كده الجو بقى معتدل، يعني احنا يمكن حسينا كمان اللي خلاص نسبه الصيف رجعت مره تانية بعد ما كنا حاسين بحراره الجو خلال الكام يوم اللي فاتوا. هل في انخفاض في درجات الحراره مكمل معانا لاخر شهر اغسطس، وهل ممكن ترتفع الحراره في اي وقت مره تانية ولا لا؟ بالفعل يمكن احنا بنشهد يعتبر انخفاضات في درجات الحراره او تحسن في درجات الحراره، لان احنا شهدنا في منتصف الاسبوع الماضي ارتفاعات كبيره جدا في درجات الحراره مع استمرار طبعا ارتفاعات نسب الرطوبه. اليوم وغدا درجات الحراره بتكون فيها حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، يعني ممكن نقدر نقول مرتفعه عن المعدل بحوالي درجه مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبه، لان احنا بنتاثر بامتداد كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، ففيها ارتفاع طبعا في نسب الرطوبه، كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وده اللي بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبدوره بيحجب جزء من اشعه الشمس، يعني بيحد من تاثير اشعه الشمس خلال فترات النهار. فبالتالي احنا احساسنا بالطقس خلال فترات النهار نهايه اجواء حاره رطبه على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد، مرورا طبعا بسواحلنا الشماليه، القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد. الاجواء بتظل اجواء شديده الحراره رطبه على المحافظات اللي موجوده في جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار، مع فترات المساء ودخول ساعات المغرب والساعات الاولى من الليل بالفعل في نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه، سرعات الرياح ما بين ال 30 الى ال 40 كيلومتر على الساعه، ده كمان بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فبالتالي بنحس بدرجات حراره اقل مع دخول ساعات الليل والساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، ده عظمه نسب الرطوبه، فبالتالي بنحس بالاجواء المائله للحراره الرطبه على اغلب مناطق الجمهوريه. احنا بنقول طبعا استمرار ارتفاع نسب الرطوبه ده هيخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات، والعظمى اليوم متوقعه 34 درجه مئويه، المحسوسه توصل ل 36 و37 درجه مئويه، وده اللي متوقع يستمر معانا غدا وبعد غدا مع نهايه الاسبوع ان شاء الله. انا كمان عايزه اطمن من حضرتك على الشبوره وكمان حاله البحر. هو طبعا متوقع ان يكون في شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لان احنا بنقول في هدوء لسرعات رياح في الساعات المتاخره من الليل، وكمان في ارتفاع في نسب الرطوبه، فده يؤدي لتكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وزي ما قلنا هي بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن الحمد لله ما بتاثرش على حركه المرور. حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط او البحر الاحمر هي معتدله تماما، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن هو احنا مهم جدا في فترات الصيف تحديدا تجنب اشعه الشمس المباشره خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر، الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم، فمهم جدا نتجنب اشعه الشمس المباشره. احنا كمان بنقول ان احنا مع نهايات الاسبوع او من منتصف الاسبوع هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، لكن الحمد لله مش موجه ارتفاع كبيره في درجات الحراره، يعني متوسط درجات الحراره مع نهايه الاسبوع ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه على القاهره الكبرى. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو مركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، واكيد بنتابع مع حضرتك يوميا تفاصيل الطقس، لكن خلونا دلوقتي نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبدا معاكم من القاهره والعظمى 34 الصغرى 25، الاسكندريه 31 24، مطروح 29 23، سيوه 37 22، بورسعيد 31 25، دمياط 31 25، اسماعيليه 35 25، السويس 35 25، العريش 32 24، طابا 38 26، كاترين 33 19، شرم الشيخ 39 29، الغردقه 38 28، الفيوم 36 26، بني سويف 36 26، المنيا 36 25،
أسيوط 37-26، سوهاج 40-26، قنا 40-26، الأقصر 40-27، أسوان 42-28، الوادي الجديد 41-26، وشلاتين 40-28، وأخيرا حلايب 36-27. بكده حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو خلال الكام يوم اللي جايين. هرجع مرة تانية لمحمد بسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.